السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة أيها الإخوة الكرام. الصنف الثاني من المونتاجات هو المونتاج الثابت بترقيعة واحدة، وفي حل كنا قلنا غادي نبدأ أسهل مونتاج بدون أي أكسسوارات، لا عقيق لا خراسي لا لدون ديال الخرصة، فقط عندنا خيط وزيتونة، وهذا يقدروا يستعملوه الرياس المبتدئين كما أنه نقدروا نستعملوه إلى نسينا كل الأكسسوارات ديالهم. وهذه هي الطريقة الصحيحة لربط الزيتونة في مونتاج فيكس. ناخذ الخيط اللي ماجي من الماكينة وندخلوه في الزيتونة المرة الأولى، والمرة الثانية، والثالثة. ندخلوه في الدورة الأولى اللي داير على الزيتونة، وثم في الدورة الثانية، ونعملوا واحد العقدة بحال هذا الشكل هذا. ونزيروها. وها احنا عندنا ربطة قوية وثابتة وعندها واحد الايرودينامية جيدة للرمي لمسافات بعيدة. بالنسبة للترقيعة ناخذ واحد طريف ديال الخيط ونربطوه مباشرة في الخيط الرئيسي على هذا الشكل هذا، هذه طريقة أخرى لربط الصنارة مباشرة في ترقيعة راكبة، كما أننا نقدر نركب الصنارة عن نركب الترقيعة بحال اللي كنا عملنا في المونتاجات السابقة، فقط كنحاول نعطيه أكبر عدد من الطرق للرياس المبتدئين، لأن في حال هذه الطريقة تقدر تحتاجها باش تركب أو تغير صنارة إما ضاعت لك أو تهرست أو عوجت أو حفات بلا ما تقطع الترقيعة ديالك اللي ديجا راكبة.
وهذه الترقيعات تقدر تطلعها وتهبطها فين ما بغيتي على حسب الظروف. وهذا المونتاج كيمتاز بواحد الايروديناميه جيده للرمي لمسافات بعيده. ومن الاحسن تكون الترقيعه متوجهه للفوق، لان هذه الطريقه كتمنع التخبل ديالها. وإلا عندنا أنواع أخرى من الأثقال نقدروا نستعملوها مع نفس المونتاج. وها احنا عندنا مونتاج فيكس سريع بسيط وبدون تعقيدات، وما كيحتاج حتى شي اكسسوارات. نتمنى على ربي يكون هذا الفيديو ضاف لكم شي معلومات جديدة. استودعكم الله، وإلى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.